ولمزيد من النقاش حول الواقع السياسي والاجتماعي في كردستان العراق في ظل الصراع بين الحزبين الكبيرين ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور عبد السلام. من فترة لأخرى تخرج تظاهرات رفضا لسياسة الحكومة في كردستان العراق وللتنديد بالوضع السياسي المتردي والذي بات سمة من سمات يعني العمل السياسي في كردستان العراق. بداية، إلى ماذا ترجعون هذه الحالة من التردي السياسي أو الإشكالية السياسية الموجودة التي يعيشها كردستان العراق؟ نعم، تحية لك وتحية للأخوات الأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة هذه الصورة، أنا أعيش في كردستان، هذه الصورة لا أراها، لا أدري، ربما أحتاج إلى أن أغير نظاراتي. ما أدري عن أي مظاهرات يتم الحديث. تجري مظاهرات، مثلا خلال الثلاث أشهر الأخيرة جرت مظاهرة في دير بندخان يطالبون فيها بالمزيد من الكهرباء، مظاهرة أخرى لأن الماء كان، كل ذلك يحدث في منطقة السليمانية، وهذه أمور طبيعية. أنا أعتقد في بلد يكون فيه حق التعارض، حق الاحتجاج والتظاهر حق مضمون، من الطبيعي أن نشهد مظاهرات. إذا لم تكن هناك أي مظاهرة فيه، فهذا يعني أن الحكومة هي حكومة شمولية دكتاتورية تقمع الشعب. وجود المظاهرات، وجود خلافات بين أحزاب، أنا أراها حالة اعتيادية إن لم أقل إيجابية، طالما نحن نتحدث عن نظام سياسي يسمح بوجود عدد من مختلف من الأحزاب. بالتأكيد ستكون لهذه الأحزاب رؤى مختلفة. نعم، لا شك، هذا صحيح، صحيح دكتور عبد السلام. لكن ما رأيك فيما قالته مجلة فورين بوليسي مثلا، بأن على قادة الغرب وأمريكا دعوتهم إلى وقف الدعم السياسي والعسكري لقادة كردستان العراق بسبب استمرار هذه الخلافات والصراعات على النفوذ والتي تعود بالضرر على المواطنين كما قالت؟ يعني أولاً أنا أقدر قناتكم، قناة معتبرة، أرجو أن لا تقعوا في الخطأ الذي وقعت فيه معظم وسائل الأنباء، يعني الأخبار العربية، القسم منها بغرض واضح جداً لأنها تبث رأي جهة معينة. ما حقيقة الأمر هو أنه أنا هذه المجلة نشرت مقالاً لشاب شخص يعيش، لمعلوماتكم، في السليمانية. هذا الشخص إذا فقط ابحث عن اسمه في الإنترنت، معروف عنه يكتب مثل هذه الأشياء. وأنا لا أريد أن أتهمه، ولكن البعض يقول أنه يكتب ما لمن يدفع له. الصورة التي رسمها هي صورة في الحقيقة من خياله، مبالغة جدا. أنا لا أقول ليست هناك في كردستان خروقات، هناك صحيح بروح وجود واضح للأحزاب في الحياة السياسية، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يقيم، يجب أن يقيمها بطريقة علمية وأن يدرس واقع كردستان. كيف نشهد التجربة الحكم في كردستان؟ ما هي المشاكل التي نعانيها؟ ما هي طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع؟ نحن نعيش، لازلنا لم نتخلص، أنا أتحدث عن أكاديمي، لم نتخلص من قيم معايير المجتمع العشائري الصناعي. في هذه المجتمعات تتحول الخلافات إلى يتم شخصنة المسائل، تتم بطريقة تبتع بعيدة جدا عما هو مجري ما يجري في الدول المتقدمة. لذلك أنا أقول بصراحة، نحن أيضا كدولة، يعني كنظام حكم جزء من منظومة الشرق الأوسط، لدينا ما لدى كل هذه الدول، لسنا ملائكة، ولكن لا النظام منهار ولا الحياة الاقتصادية، وهجرة الناس إلى الخارج يسلط عليها الأمر. هناك حبيبي منذ ثلاثة عقود من السنين هجرة عالمية من الجنوب الفقير المضطرب سياسيا إلى الشمال الغني الهادئ. هذه حالة طبيعية في كردستان. أيضا هنا نتحدث، هناك الكثير يتحدث عن الهجرة، يقارنون بزمن صدام لأنه لم يكن يهاجر أحد. طبعا لم
يمكن يهاجر أحد لأنه لم يمنحه جوازة سفر وكان السفر ممنوعا. عندما فتحت الأبواب تعرف نحن مررنا في الأسبوع الماضي بعطلات رأس السنة الكردية عيد نوروز عيد الربيع. لو فقط يجهد شخص نفسه ويبحث عن إحصائية في مطار أربيل والسليمانية كم من الناس سافروا إلى جورجيا وتركيا ولبنان وسوريا والإمارات للسياحة ورجعوا، هذا هو الشعب الذي يقال أنه يموت جوعا ويكره إلى آخره. في كردستان دكتور دكتور وصلت الصورة. بودي توضيح شيء يعني فقط يعني بهذه المناسبة، فإن طرحنا لهذه الأسئلة لا يعني أننا نتبنى ما يأتي فيها، نحن نطرح الأسئلة بشكل مهني موضوعي ومن حقكم طبعا الإجابة دكتور، لكن أنا أشير أيضا إلى ما جاء أيضا ومن حقكم الرد على ذلك، ما جاء في تقرير لصحيفة ستار أند سترايب الأمريكية التي قالت بأن الأحزاب الكردية الحاكمة هي التي استفادت، كانت أكبر المستفيدين من الحرب على العراق، وأن هناك مجتمع مسور في الضواحي يعرف باسم القرية الأمريكية، وهذا النوع من الغنى الواضح في مقابله بطالة وفقر وعدم وجود رؤية كما يقول مراقبون أو مشاريع لاستيعاب مشكلات الشباب ومشكلات المجتمع، ماذا تقولون؟ أيضا هذا حكم عام، يعني ألا توجد محلات للأغنياء في دبي وفي واشنطن وفي لندن وفي كل مكان؟ نحن لدينا اقتصاد السوق، اقتصاد السوق يعني اقتصاد حر، الناس يكسبون أموالهم ويصرفوها، ليست هناك ثقة بالنظام البرلماني، لذلك أكثر ما يعني المجال الوحيد تقريبا الذي يستثمر فيه الناس أملاكهم هو في شراء العقارات، شقق وبيوت وكذلك. ثم يعني ماذا يعني إذا كان هناك قرية أمريكية وقرية إيطالية؟ إذا كان مجرد وجودها هو اتهام فأنا أعتقد هذا إجحاف، ولكن إذا كان هناك دليل على أن الذين يسكنون هناك هم سراق أو هم فاسدون هذا شيء آخر. لذلك أنا لا أعتبر مثل هذه الأمور هي مقياس لمدى نجاح أو فشله. إحنا لا 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 يعني أخفي، هناك ومرة أخرى أقولها كأكاديمي، نتيجة للعقلية ونظام التفكير العشائري السائد في كل شرق الأوسط، هناك مع الأسف الشديد مجموعة بسليمانية بالذات في السنوات الأربع الماضية شهدنا يذهب بأصوات جماهير كردستان الذي يعدها بالجنة ويذهب إلى بغداد، شغله الشاغل هو تشويه سمعة كردستان. أنت تصدق في أي دولة من العالم نائب منتخب من قبل الشعب يذهب إلى مجلس النواب ويرسل يطلب قطع الرواتب ويقدم شكاوي إلى المحكمة الاتحادية عن كل خطوة تقوم بها الحكومة؟ هذا هو الواقع موجود لدينا مثل هذا الشيء. في السليمانية هناك مشكلة، في السليمانية منذ أكثر من 10 سنوات هناك سوء إدارة، هناك يعني الذين يسافرون بين السليمانية وأربيل يقولون يعني مزاحا نحن انتقلنا من برلين الغربية إلى برلين الشرقية وبالعكس، هذا لا يجوز أن يعني نعممه على كل كردستان، وهذا هو السبب أيضا الذي أدى إلى وجود ما يسمى بالخلاف مع الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني مع الأسف الشديد له خلافات داخلية ومشاكل، تصور في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كردستان حصل الاتحاد الوطني على 22 كرسي مقابل 45 كرسي للديمقراطي، ولكن لكي نمنع أي شرخ في الوحدة الوطنية تم منحهم رئاسة البرلمان، نائب رئيس الوزراء، نائب رئيس الجمهورية، 6 وزارات 5 منها سيادية ومجموعة من المفوضيات. مع ذلك ترى ليل نهار يقولون نحن نريد عدالة في المشاركة، نحن لسنا مشاركين. يعني العدالة تقتضي بأن يحصلوا على نصف مقاعد
الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس إذا هناك مشكلة دكتور عبد السلام، ولعلك بإقرار هذه المشكلة تشير بأنه هناك عملية محاصصة بشكل أو بآخر، أو الأحزاب تريد أن تتفق حتى لو لم تكن هناك تمثيل حقيقي لها يعني. لا أبدا، شوف حبيبي، الديمقراطية عندما لا يتمكن أي حزب من أن يحصل على 50% من الأصوات ماذا يحدث؟ ماذا يحدث في ألمانيا؟ ماذا يحدث في تركيا؟ عندما تضطر ثلاث أو أربعة أحزاب أن تتآلف لتشكيل الحكومة، هذا التحالف يعني يظهر في النهاية على توزيع المناصب والمسؤولية. هذه ليست ظاهرة خاصة بكردستان لكي نقول أنها ظاهرة سلبية، هذا دين الحكومات لذلك نحن في كردستان هناك أربعة أحزاب مشتركة في السلطة، وكذلك ممثلون عن المكونات المسيحية والأشورية، لكن حزب الاتحاد الوطني الذي يعني يحتل ضعف استحقاقه الانتخابي هو الذي يتحدث ليل نهار عن أنه مظلوم. هذا شيء طبيعي أنا أعتقد، يعني ما يسمى بالمحاصصة هو في الحقيقة تسمية يعني شتيمة لأقول لما يسمى بالديمقراطية التوافقية. نعم. يعني المحاصصة فشلت مثلا في العراق لأنه تم إعطاء المناصب لأناس لا يستحقون، مجرد كل حزب مشارك في السلطة أتى بأشخاص غير مؤهلين. نعم. ولكن في الحقيقة إذا عندما يتم تشكيل حكومة ائتلافية بالتأكيد هذا يعني أعطيك وزارتين أو تنطيني ثلاثة وزارات وإلا لا أشارك في السلطة. هذا موجود في كل الدول العالم الآن ما عدا أمريكا ونيوزيلندا، هذه الدول التي لها نظام حزبين. نعم. اختفى حالة أنه حزب يفوز بالأكثرية منذ أعتقد 30 سنة، هذا تقريبا الحالة مفقودة. نعم دكتور، أشكرك جزيلا دكتور عبد السلام برواري، كنت معنا الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.